باخذ محمد الشيخ بس الكاتب والناقد الرياضي. تفضل ابو عبد الله. مرحبا ابو زياد، ارحب فيك اولا، وارحب ايضا بالاستاذ مطرف القحطاني والاستاذ عبد العزيز. اهلا. حقيقه انا لم اشاهد الحلقه وهذه اول اعتراف مني. نعم. ولكن الكثيرين ارسلوا لي رساله بانه الاخ الكريم مطرف القحطاني تعرض لي كوجهة نظر، وأنا أقدر فيه أن يتحدث بوجهة نظر، ولكن لا أقدر التعريض بشخص وأني كذا. أنا حينما تداخل الأستاذ مطرف في برنامج الديوانية أفسحت له المجال كاملا في مداخلته مع الأستاذ صالح السليمان، إلى درجة أن الكثيرين لاموني بأنني أفسحت له المجال للانتقاص من الأستاذ صالح والتعريض بالأستاذ صالح دون أن أقطع عليه إما الاتصال أو حتى أقول له مثلا ناقش الفكرة ولا تسأل الرجل. أعطيت الفرصة كاملة لأنني أدرك بأن صالح السليمان يملك من القدرة بأن يعقب ويرد، ولذلك لم أمنع لا من صالح ولم أمنع طالما أن الأمور لم تدخل في منطقة التجاوزات. ولكن وجهة نظري في جريدة الرياض تمثل محمد الشيخ الكاتب الصحفي الذي مارس هذه المهنة قبل أن يكون مقدما لبرنامج الديوانية أو غيرها من البرامج. وبالتالي أولا موقفي من عمر المهنة موقف معروف، لم ينتقد أحدا عمر المهنة، على الأقل لن أزعم أنني أكثر، ولكن لم أوفر عمر المهنة في نقدي منذ أن دخلت الصحافة منذ 15 عاما، سواء حينما كان حكما أو حينما تحول إلى رئاسة لجنة الحكام. هذه أول شيء، خل كل من في التحكيم يدركها، واعتقد ان الكثير يدركها، انني لم اوفر عمر المهنة لا حكما، ولكن لم اوفره حينما كنت ارى من زاوية انه اخطا او انه ارتكب بعض التجاوزات او حتى في رئاسة لجنة التحكيم في المنطقة الشرقية كانت لي مواقف ضد عمر المهنة. ولكن حينما اشعر انا كناقد بان الحملة التي يتعرض لها عمر المهنة ليس حملة ضد مهنية عمر المهنة، لو شعرت بذلك فسأصفق وسأصطف وسأدعم موقف مطرف القحطاني أو أي حكم آخر يريد بالفعل أن يعني يرفع من قيمة التحكيم السعودي. ولكن لما أستشعر بأن هذه الحملة حملة موجهة من جهة، حملة شخصية من جهة، ولا تليق أيضا برجل تربوي، أنا شخص أعمل في السلك التربوي. نعم. المفردات ليس في الديوانية، ها أنا أتكلم بالضبط في لقاء مطرف القحطاني وسعد الكثيري في القناة الرياضية السعودية الذي اضطررت لمشاهدته عبر اليوتيوب حتى أكون صادق، لأنني تزامنت حلقة مطرف القحطاني مع برنامج الديوانية، اضطررت في اليوم التالي أن أشاهدها ظهرا عبر اليوتيوب حتى لا أبني على ما أسمع وإنما أبني على ما شاهد. ممتاز. صدمت حقيقة، حتى أختصر طارق، صدمت حقيقة بالمفردات، صدمت حقيقة بالتشكيك، صدمت حقيقة بالمعلومات التي طالت حتى زملائهم الحكام. الأخوين الكريمين سعد ومطرف دخلوا في مناطق التشكيك والضمائر بما لا يليق بهم، لا كتربويين ولا كقضاة ملاعب، وعليه أنا يعني انتقدتهم في هذا الجانب. طيب. ولم أنقص من كرامتهم الإنسانية أو أنقص من قيمتهم يعني كشخوص، وإنما نختلف في هذه المساحة وهي مساحة الحكم ومساحة الصحفي لا أكثر ولا أقل. هذا ما أحببت أوضحه مع كل التقدير مطرف القحطاني كإنسان وكشخص وكمواطن. ممتاز، أشكرك شكر جزيل أبو عبد الله، زميلنا محمد الشيخ الكاتب والناقد الرياضي. شكرا أبو عبد الله، تفضل أبو. بالنسبة لأول شيء، ليس محمد الشيخ ما هو بالمدافع الرئيس معنا سليمان، هو يدافع عن نفسه. إذا عنده الجرأة أستاذ سليمان يتصفين الحناكي. لا هو أنا أقول لك أترك الحناكي الآن. دقيقة. الشيء الثاني، إذا هو الآن يعتبر نفسه المنبر الإعلامي لجنة الحكام فهذه كارثة. يا أخي ما أنت اللي تدافع عن لجنة الحكام، ولا أنت اللي تدافع عن عمر مهنا. عمر مهنا مش جدار قصير لك أنت اللي أنت صاير، لا تبي تطلع على كتاف عمر مهنا. يا أستاذ محمد احترم مهنيتي. مساحتي هذه حريتي. إيه لا هو الآن شو كاتب مسجل. مساحتي حريتي. يقول أنا قاعد مسجل عندي، يقول أنا الآن أتكلم عن أستاذ عمر بما أراهم بالمنطق. نعم. لا يا أخي ما أنت بتتكلم عن أستاذ عمر. لا يا أخي صاحب صنعتين كذاب. الآن نستقبل منك كصحفي ولا كممثل نادي ولا ممثل لجنة الحكام؟ أنت صنفت الحكام الآن يا أبو محمد. أنت صنف الإعلام؟ أنت صنفت الحكام في إيش؟
فيش صنفت الكتاب الان ب هذا بكذا شيء هذا كل واحد اعطيته منصب استاذ طارق لو عملت فيهم لجاك الدور لو عملت ما عملوه ما استثنيناك لو تركت الان بكره في الجريده طيب انك والله الاستاذ عبد العزيز عمل فيه ولا ساد يعني لازم امشي على هواك مثلا لا مو هواي يا رجل لا رجل او هوا مثلا لا الشخص. يا رجل يا رجل مش بالشكل هذا انا اقصد انه انت احترموا مهنيتكم انت مسؤول عن جريدتك يعني انت صاحب محور لقائي حتجيب ناس يا اخي لا تخسر مستقيتك قدام الناس انك رجل ذو حياديه بين الطرفين بس والا تترك المقعد هذا اللي يجلس عليه محمد الشيخ ويدعي المثالية ويدعي مداخلة فلان وعلان طيب. وكذا ثم أنا لا تدافع عن الحكام والله ما شاء الله عليك تدافع عن قناة وتدافع عن حكام وتدافع عن عمر مهنة معلش أبو محمد أنا أعرف أنه مدعوم من أندية وأنه ممكن خلاص أنت مالك علاقة بالناس أنا بكيفه بس أنا بس مش على حسابنا يا أخي تكلم بطريقته بس ممتاز من المدعوم من أندية محمد الشيخ يدافع الآن عن أندية يعني الآن كأنه يعني زي ما صالح الحناك قاعد يدافع عن قال لا للاسف انه شو يقول؟ يقول انا اتكلم عن نادي وطن، يعني بقيه الانديه منين يعني؟ منين جايبين الانديه؟